السلام عليكم ورحمة الله. والنهاردة بأمر الله هنعمل غدوة بسيطة جدا. ايه هي الغدوة البسيطة؟ ليها كذا مسمى، ليها بيض بقوطة، ليها شكشوكة، اي مسمى يعجبك تسميها. هنبدأ ان شاء الله بأمر الله. هنعمل، انا معايا 6 بيضات، معايا بصلاية كبيرة متقطعة، معايا التوابل بتاعتها فلفل اسود، كمون، ملح، بابريكا، دي التوابل بتاعتها. معايا الصلصة اهي، معايا طماطم اهي، دي اللي عملناها سوا اهي في البطرمانات، معايا هريسة فلفل، ودي اختياري. عايزة تعمليه مشطشط استخدمي الهريسة، مش عايزة تعمليه شيلي الهريسة خالص. ومعايا بطاطس هنقطعها بطريقة جديدة وهيبقى شكلها شيك وهيبقى طبقنا جميل. ونبدأ ونسمي بالله. معايا طاسة على النار، دي الطاسة بتاعتنا اهي، هنجيب البصلاية كده ونبتدي نقلب فيها. غدوة بسيطة جدا وسريعة، مش هتاخد في ايدك حاجة. غير ما هتلاقي طعم جميل كمان ويأكلك، يشجعك على الأكل. فانت قاعدة محتارة أعمل غدوة إيه؟ أعمل أكلة إيه؟ أعمل أكلة إيه سريعة؟ قومي على طول واعملي الأكلة دي، هتعجبك جدا جدا. هتني معاها لحد ما البصلة تحمر ونرجع نكمل مقاديرنا مع بعض. هنعمل شكل البطاطس النهاردة بشكل جميل، يمكن أول مرة تشوفوها على اليوتيوب هتلاقيها عندنا. بس هعمل ايه؟ هنقي البطاطسية تكون وسط، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، وابتدي ان انا اقطعها طرنشات كده، اي حلقات بالطريقة دي. بصي كده ابتدي اعمل ايه؟ البتاعه دي جميله جدا، بتستخدم في كذا حاجه، هتديني شكل للبطاطس. انتوا عارفينها طبعا اللي هي بتقطع المخلل. بصوا منظر البطاطس، بصي بتطلعها لي شكلها جميل ازاي. اكمل انا الكميه وارجع لكم تاني. ودي البصله بتاعتنا احمرت اهي، هضيف الصلصه. انا مطلعاها من الفريزر كده كده اصلا هتفك من سخونيه الصلصه، لما تيجي تغلي هتفك دي خالص. وانزل بمعلقتين الصلصة، والهريسة، وأقلب كل المقادير دي كلها. البطاطس بتاعتنا اهي بالقطعة بتاعت المخلل، ودي ليها كذا استخدامات، يعني مش البطاطس بس والمخلل والكلام ده، لا ممكن بصي بالبتاع اللي فوق دي اقوم جايبه الجزر، بصي اهو، وتقطعي بيها بطاطس، تقطعي بيها كل حاجة اهو.
بصي في ثواني خلصت لي الحاجة بتاعتي اي. وهنا بتعملي الجزر تبشريه او البصل، يعني ليها كذا حاجة. وهنا بتعملي البطاطس ترنشات اي، لو عايزة تعمليها شيبسي بتعمليها من هنا كده، هتطلع لك البطاطساية رقيقة خالص زي الشيبسي بالظبط. يبقى دي ليها كذا استخدام، عملنا بيها البطاطس بشكل جميل بالطريقة دي اهي. نكمل بقى بقيت مقاديرنا. دي الصلصة بتاعتنا اتسبكت كده، هعمل ايه بقى؟ في كل مكان احط البيضة زي ما هي كده. الشكشوكة بتاعتنا تختلف عن الاخرين، هتلاقيها بطريقة جديدة مش موجودة على اليوتيوب خالص. وما تخافيش البيض هيستوي، مش هيطلع ني ولا اي حاجة، وهتشوفيه في اخر الفيديو. ما حطهوش فوق بعضه، لا اخلي مكان كل واحدة واحدة فاضي. بين كل واحدة واحدة ما حطهمش على بعض. ودي الزيت معانا على النار اهو، نبتدي بقى نحط البطاطس بتاعتنا. هتطلع مقرمشه معاكي من غير ولا خل ولا اي حاجه في قلب الميه. البطاطس بتاعتنا اهي لسه بتتحمر، انما البيض ما بياخدش وقت. بصوا همسك مكان البيضايه كده اقوم قلباها زي ما هي كده اهي. بصي هتطلع لك البيضه كامله وهنشوفها في اخر الفيديو اهي. بصي اقلبها كده اهو. البيض قدامه بتاع 5 دقايق وخلاص استوى. وادي البيض بتاعنا اهو خلص، بص شكله الجميل، ولسه بنقدمه كمان في طبقنا. وادي البطاطس اهي، بصوا بشكلها الجميل اهي وقرمشتها. ودي غدوتنا الجميلة جاهزة اهي، بصوا طبقنا، بصوا كله بيضاية بوحدتها ازاي. جربي البيض على طريقتي هتعجبك اوي اوي. وادي البطاطس بتاعتنا اهي شكلها الجميل اهي، والمخلل الليمون اللي عملناه سوا، وخيار وقوطه. اكله صحيه 100%. ايه رايكم؟ شكله جميل ازاي؟ البطاطس بتاعتنا جميلة، والمخلل الليمون والطماطم والخيار. لو عجبتكم الوصفة النهاردة وطريقتي ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.